الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ علي صالح من السعودية مدينة أبها، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. الله يطال عليك ويسلمك ويبقيك، وسعداء بلقاكم وفي الخدمات اللي تقدمونها، رغم وجود بعض القصور في بعض، لكن الكمال لله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبعه يعني لازم يكون هناك في نقص وفيه، ولا كامل إلا وجه الله سبحانه. بداية كيف تعرفت على شركة المحيط؟ والله دخلت على الانترنت أتعرف على الشركات اللي موجودة في ماليزيا وتقدم خدمات سياحية، وتعرفت على الشركة عن طريق موقع في الانترنت. تقييمك لأداء شركة المحيط وأداء موظفيها بداية من التراسل بالواتساب؟ الحقيقة كانوا متعاونين معايا في عملية التراسل عن طريق الواتساب وإيضاح الفنادق والإقامة والمدن السياحية اللي يتم زيارتها، والبرنامج السياحي كان مرتب جدا عن طريق الواتساب، وطلعت عليه وأعطيتهم الأوكي وجيت وكل شيء مرتب قدامي، واستقبال في المطار وفنادق على حسب المطلوب اللي طلبته، وكان وضعهم رائع جدا. نوعية السيارات والسواقين؟ السيارات جيدة إلا بعض الأحيان في بعض المدن زي كاميرون تعرضنا لسائق. طبعا لك الفطور؟ خلصت. الشاي بقى والمزفة؟ أي خدمة تنعمل؟ حقيقة هو السائق اللي في كاميرون كان سيء، وما حبيت أتواصل مع الشركة لأن الإقامة كانت فترة بسيطة، هي يوم واحد كانت الجولة، فما كنت حريص إني أبلغ الشركة في وقتها. هل كانت الشركة يعني عندما تتجاوب معك يعني في أي مشكلة كانت؟ حقيقة الأخوان في الشركة كنت أتابع معاهم وأتصل بهم، وكانوا يعملون جميع الطلبات اللي أطلبها. تقييمنا في الجولات السياحية؟ الجولات السياحية جيدة وكان جولات جيدة، وكان برنامج حافل بالجولات السياحية على جميع المناطق في ماليزيا. الصعوبات التي واجهتك؟ يعني هي صعوبات بسيطة قد لا تذكر، لكن أنا زي ما قلت لك من الأول الكمال لله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبيعته لابد أن يكون هناك خلل في بعض الأمور، هي مشكلة بعض زي الفندق اللي في كوالالمبور الأرضيات، وهذا يعني ودي من الشركة تطلع على الفنادق اللي تستأجرها لعملائها من الداخل. الفرش، فرش الأرضية في الغرفة سيء جدا جدا، ودي من الشركة بس تحط الملاحظة دي على جنب وتشوف الوضع من ناحية الفنادق، تكون على اطلاع من داخل الفندق يعني ما يغرها المظهر الخارجي. كلمة أخيرة. أحييكم وأقدر لكم تعاونكم وتجاوبكم، ونامل أن تتكرر الزيارات والتواصل معكم على طريق الخير إن شاء الله. بإذن الله نحن إن شاء الله توصل إلى بلدك بالسلامة، وإن شاء الله تعاود على شركة المحيط بإذن الله تعالى. بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرين.